بما انها غتشعل ثانية وطفى ثانية تشعل ثانية وطفى ثانية ويبقى كدور نعدلو. إلا درنا ديماري السيمولاسيون، هي شعلت ثانية طفات ثانية، ها وصلنا لواحد الليد اللي كتكلينوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتطرق لموضوع جديد، وهو موضوع جد مهم يتمحور حول الـ IoT بار سيمولاسيون، معناها الانترنت اوف ثينك بالمحاكاة. وكنزلوا السؤال، هل يمكن او هل هناك محاكاة في لي بروجي تاع الـ IoT؟ هنا كنقصد IoT بار سيمولاسيون. بطبيعة الحال هل لي بروجي تاع الـ IoT كاينة السيمولاسيون؟ والأكثر من هذا الشيء ضروري خاصنا نمر بالسيميلاسيون، لأن من خلال الفيديوهات السابقة كيتبين بالنسبة للطلبة اللي كيبغيو يديروا لا رياليزاسيون براتيك نتاع دي بروجي عدم توفر القطع الإلكترونية. أنا كنقول ماشي مشكل كمرحلة أولى. علاش؟ لأن حتى مع وجود هذه القطع الإلكترونية فكنفضلوا نمروا من السيميلاسيون حتى كننجحوا البروجي، يعني في السيميلاسيون بالمحاكاة عاد كيمكن لنا نمروا الخطوة براتيك ولا رياليزاسيون براتيك، لان حنا غنشتغلوا بطبيعه الحال يعني بقطع الكترونيه. ابسط خطا هاد لي سيركوي الكترونيك، هادوك يعني لي كومبوزونت ممكن يتكرياو، بمعنى غادي يطحاو نو اوبيراسيون، يطحاو غير صالحين للاستعمال، وهذا مشكل. هاد المساله كيعرفوها الناس اللي كيخدموا في الريزو، يعني قبل ما كيخدموا باللي كومبوزونت الاصليه، مثلا يخدم بروتو ولا باغ اكزومبل سويتش كي كوت شير باغ اكزومبل، كيمروا من السيميلاسيون، يعني حتى كيمروا المحاكاة وينجحوا الماكيت نتاعهم ويضحكوا كلشي اوبيراسيونيل ويتعودوا للطريقة نتاع الاشتغال، عاد كيمروا للتخبط البراتيك. نفس الشيء حتى في هذا الموضوع نتاع لايوتي باغ سيميلاسيون. غير كيبقى فين ممكن ليا هاد السيميلاسيون؟ بطبيعة الحال كاين بعض البرامج اللي ممكن انستاليهم، مي مالوغوزمون اي سون بيون، يعني خاصك تخلصهم. انا شخصيا كنلتجأ لهاد الشركه نتاع اوتوديسك، شركه عالميه معروفه في التصميم نتاع 3D. هي تكلفت وصلت واحد الموقع يعني مهم وجد بسيط باش كنديرو السيميلاسيون نتاع الرياليزاسيون براتيك في لايوتي. هذا الموقع سميتو تينكر كارد. تينكر كارد هي اللي عندنا هذا هنا، هذا هو اللوغو نتاعهم، هي لا سوسيتي اوتوديسك اللي قال اوتوديسك كيتكلم على لا كونسيبسيون 3D. تفكروا مزيان اللوجيسيال نتاع 3D اس ماكس، الناس اللي كيخدموا لانيماسيون 3D ولا كيخدموا لي زوبجي رياليزاسيون تاع لي ماكيت اون 3D. الو، هذا هو لاباج داكوي نتاع تينكر كارد نتاع اوتوديسك. لا باج داكو من بعد ما تكونوا درتو الانسكريبسيون كان اكسبلواتيوه، يعني دو لا مانيير سويفونت، هو بسيط جدا و لي تري افيكاس، هذا هو اللي مهم. و لافونتاج نتاع هذا الموقع، يعني ميم سي لي اونلاين ولكن ما كي كونسوميش الانترنت كثير، لي تري رابيد، يعني في لا رابيدي في ليكزيكسيون نتاعو و في الاخر ما كي كونسوميش الانترنت، اي بار سويت ما كيتبلوكاناش لي سيركوي لي ماركيت نتاعنا. دونك الاستعمال نتاعو لي سامبل، غادي نحاولوا نمشيو الناس اللي كيمشيو لا كونسيبسيون 3 دي الله يعاونهم، هذاك مجال اخر. حنا غنستغلو اينيكمون في السيميلاسيون في لي سيركوي. الا كليكينا في السيركوي با غاتجينا هنا يعني سيركوي، وهنا كخيي ان سيركوي، هنا كيدير تستفولكم لي بروجي اللي ديجا رياليزيتو نتوما. بون كخيي ان نوفو سيركوي، كيتشارجاونا يعني لي سيركوي نتاعنا، هذا لا زون دو ترافاي نتاعنا حنا كنشتغلو. وهنا لي كومبوزونت الكترونيك مستفين عندكم هنايا بار كاتيغوري، هما منزلين كاملين. هذا فقط يعني لي كومبوزون دو باز، هي كومبوزون دو باز. ممكن تكليكيو هنا وتلقاو لي كاتيغوري، ولا تافيشيو تو باش غتلقى يطحولكم لي كومبوزون كاملين. خلينا حنا نمشيو لي كومبوزون دو باز. شنو غنحتاجو؟ ما قلنا سيميلاسيون في لايوتيوب كنعتمدو على الاردوينو انجليزي، يا اما تكتبو اردوينو هنا اجيكم لا كارت اردوينو، هي هادي
او ما في البدايه ما نحتاجو نشريوها، هي عندنا لا كارت اردوينو كليكيون نقيسيو بها غتنزلوها كي هنا في الاخر، هي تنزلاتكم لا كارت اردوينو هذه هي باش كنشتغلوا. دونك ابري غنديرو واحد بوتي اكزامبل، مثلا غنحتاجو هاد البلاك اي سي، ها هي غنزلوها. دونك هادي البلاك اي سي تاعنا على كارت اردوينو. كيفاش غنستعملوا المحاكاه مع لي كومبوزونط؟ خلينا نضيفوا لي زوتر كومبوزونط. مثلا غادي ناخذ واحد الريزيستانس، ناخذ واحد الليد باش نديروا بها التيست، وناخذ واحد الريزيستانس كافي لنا هذا باش ندوروا المونتاج نتاعنا في السيمولاسيون. الو غادي ناخذ بار اكزومبل غير فقط باش غتستعملوا هاد البلاك اي سي، خاصكم تعرفوا يعني البرانسيب نتاعها. نحاول نكبرها ام تي بو، هذه هي البلاكيس، لان هنا كيبانوا لنا دي بين ولا يعني المكان فاش غادي ننزلوا لي كابل نتاعنا، كابل دو كونيكسيون بطبيعه الحال السلك نتاع التوصيل. ولكن خليونا نبداو هنا، انا عندنا البور نيجاتيف، شتي هنا الخط هذا كامل راه متصل بما بيناته، بمعنى هاد لو بوين هي هاد لو بوين هي هاد لو بوين هي هاد لو بوين. شوف غير فوق كان ديال الكيسور كيطيح هذاك الشيء بالخطر. دونك عندنا واحد عندنا واحد لا كونتينيتي هنايا، هاد لي بوين كاملين راهم موان بنفس الطريقه البلوس، هذا هاد لو بوين هي هاد لو بوين هي هاد لو بوين هاد لو بوين دو كاملين نفس النقطه فقط، يعني درنا واحد بزاف ديال المنافذ هنا. شوف ملي كندير الخيط الكيرسور هنا، هادو طاحين الاتصال تاعهم هنا، دونك 1 2 3 4 5 كما طاحين هاد لو بوين هي هاد لو بوين هي هاد لو بوين، بحال عندنا اتصال هنا عندنا اتصال هنا وعندنا اتصال هنا اكسيتيرا. نفس الشيء هادو متصلين فيما بيناتهم، هادو متصلين فيما بيناتهم هكا، و لو موان بلوس لو موان هاد لي بوين كاملين بحال بحال، و هاد لي بوين بلوس كاملين بحال بحال. الو الاستعمال غادي نحاولوا في هاد ليكزامبل البسيط نديروا اون بتيت سيمولاسيون كونسيرنون comment on peut contrôler هاد LED والإشارة. بالنسبة في الايوتي دائما كنستعملوا هاد LED كوم يعني في التست نتاعنا، ومن بعد كنبدلوها بشي كومبوزونت اخر اللي نتحكموا فيه عن بعد. غادي ناخذ مثلا هاد لي موا و بلوس نربطهم مع لا كارت اردوينو. شوف غادي نبدا بالجي ان دي، ها هي مرة أخرى ونتكلموا على الأردوينو باش تعرفوا هاد المنافذ نتاعو كاملين. دونك جي ان دي ستادير لا ميزا لاتيغ، كي دي لا ميزا لاتيغ دي واحد يعني البوتونسيال نتاع زيرو فولت. دونك كتكليكي كتجر معاك الكاب وكتبدا تكليكي اوكي، وكنربطوه مع البول نيجاتيف هاد لي بوان كيمكن تأجيستيوه، بمعنى هاد جي ان دي كونيكتيناه بمعنى بحال اللي قبضتي واحد الكاب سليف لصقتيه هنا في لاكارت اردوينو في جي ان دي ومريتي مباشرة للموان. دونك هاد البوان كتسمى بوان دو ماس جي ان دي، هاد البوان كاملين سوسون جي ان دي، فين محتاجين في الماكيت نتاعي شي جي ان دي كيمكن لي لصقو شي بوان من هاد لي بوان اللي كاين هنا. نفس الشيء بالنسبة للبولاريزاسيون، البولاريزاسيون كناخدوها من 5 فولت، كاين بعد لي كومبوزونط لي كناخدوهم من 3 فولت، على عين غناخدوها من 5 فولت. غناخدها من 5 فولت غنجرها هنا وندي من هنا ونديها هنا اوكي، ونديها البورن بوزيتيف سي تخي بيان. حنا صاوبنا دابا هاد لاكارت نتاعنا لاكارت اي سي هي في الي بولاريزي، بولاريزي درنا لها لا ماس ستادير لو جي ان دي ودرنا لها 5 فولت. قبل ما غنكمل متخليهمش هادو بلون اخضر اخضر، يعني غندير واحد جو دو كولور كيعطي واحد لا ديستينكسيون. هاد جي ان دي غالبا كيكون اسود، الا كليكيتو على الكابل كيجيكم هنا الكولور نتاع الكابل اي دي فيغ، دونك غنكليكيو هنا وغنديروه نوار سي بون. بالنسبة للبولاريزاسيون ستادير الفي سي سي 5 فولت غالبا كيكون بلو روج، غتكليكيو هنا وديروه بلون احمر اوكي. دونك في هاد لي بوان كاملين راه عندي 5 فولت، وفي هاد البوان كاملين راه عندي 0 فولت، ستادير لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر جوج نتاع لي بوان بينات النيجاتيف والبوزيتيف اي ميزور 5 فولت سي بون. الو غادي نحاولوا ناخذوا هاد الليد نتاعنا، كيدير ليد دي ديود الكترو ليمينيسونت
مثلا الا خديناها ونزلناها هنا، بمعنى درنا لها واحد البي هنا ودرنا لها واحد البي هنا، هذا الكاثود وهذا لانود. هذا بحال لي ديود صمام ثنائي، عنده الكاثود وعنده لانود. هذا فقط اوتر تيب نتاع لي ديود كيتسمى الكتروليمينيسونت، يعني كتشعل لنا سي ان فوايو ليمينو. ملي كنتكلموا على الكاثود، هذا الكاثود هو البورن نيجاتيف والانود هو البورن بوزيتيف. هادشي برانسيب نتاع يعني في الالكترونيك معروفين. دونك هاد لابورن نتاع الكاثود خاصني نكليكي وغادي ندي هنا نيجاتيف، سي بون. النيجاتيف دائما كيكون بلون اسود. دونك الا تبعت من هنا من جي ان دي من لاماس، ها هو ماشي الكابل عندي هنا، ماشي هنا حتى وصل لهنا. هاد لو بوين هي هادي، وهو مش لنا الكاثود. لانود غنقبضها من هنا، انا غنزلها هنا، نزلتها في روج وغادي نديرو هنا الكابل روج. ما درتش شي حاجه كبيره، يعني البورن نيجاتيف درتو في النيجاتيف والبورن بوزيتيف درتو في لابورن بوزيتيف. نشوفو المحاكاه شنو غادي يوقع لنا الى يعني اكزيكوتينا هاد الى مونطينا هاد الليد بهاد الطريقه، شنو غيوقع عمليا؟ شنو درت انا؟ فقط قبضت هاد الليد، درت بينات في لي بورن تاعها 5 فولت، هذا 0 فولت وهذا 5 فولت، لان خديتهم يعني من لاكارت اردوينو. علاش كنقولوا المحاكاه مزيانه؟ دائما كنبداو من السيمولاسيون. شوف الى كليكيت على ديماري لا سيمولاسيون شنو غيوقع. ها هي ديماري لا سيمولاسيون، انا كليكي في ديماري لا سيمولاسيون، اوب ديماري. شتي طحالي بحال البرق هنايا، قال لي راه تحرقت لك هاد الليد. شنو تحرقت؟ صافي طحات انيوتيليزابل، كتقبضها وصار ميه بحال هسا. غنوقف هاد اريتي لا سيمولاسيون. شتي باش كنتكلموا على السيمولاسيون هي كتكون قبل من رياليزاسيون براتيك. لاحظتوا معايا انا درت انا هاد المونتاج، المونتاج ماشي صحيح، بمعنى لا كونسوماسيون تاع هاد الليد ما كتخدمش ب 5 فولت، يعني في لي بورن تاعها خدا 5 فولت بزاف عليها. دونك خاصنا نقصوا ان بتي بو، يعني بحال اللي كنديروا اون رياليز كون ابيل ديفيزور دو طونسيون. لاحظوا معايا غادي نحيد هاد الاخر اللي استعمال نتاعو بسيط، كتكليكي عليه وديروا له سيبريمي. وهنا غنحاولوا نجيبوا هاد الترانزيستور، هاد البليطو، هاد الريزيستونس، ونجيبوه هنا مثلا ها هي اوكي، ونجيبوا الكابل نتاعنا غير فقط هاد الريزيستونس، غنديروا لها واحد لا فالور اللي تكون مضبوطه. لاحظوا معايا الريزيستونس بالقيمه بكيلو اوم، كيلو اوم بزاف علينا، نديروا غير الاوم ونديروا واحد 220. هذا بالنسبه للناس اللي كيقراو الكتريسيتي كيعرفوا شنو هو ديفيزور دو طونسيون، باش الريزيستونس تكونسومي واحد شويه ويبقى لنا لو غيست. غتاخذوا هاد الليد تاع اوبيراسيونيل العمليه، يعني ما تكريلناش هاد الليد. دونك غادي ناخذ هاد البورن هادي وغادي نديه لاماس. تخي بيان، لاحظوا معايا دابا التركيبه اللي درنا هنايا، وهذا قلنا غادي يكون بلون واغ. ها هادي ما درناش شي غون شوز، فقط هاد جي ان دي لاماس وصلناه لهنا، الخيط مشى مع الريزيستونس نتاع 220 اوم، وصلت الليد وغادي ترجع لنا الروتور 5 فولت. دابا هاد المونتاج الا درنا لو ديماري لا سيمولاسيون، هيا شعلت الليد، اي بان شعلت الليد، ما تحرقتش. هذا هو علاش كنقولو السيمولاسيون ضروري منها. هادي غير بالليد، وتصورو كون في موضع هاد الليد كان عندنا شي كومبوزونت لي الكوت شير، حيت كانت رياليزاسيون براتيك صافي مشى لنا داك الكومبوزون. دونك دائما كنمرو بالسيمولاسيون. اللي بغيت نوصل الفكرة بأن لا يوتي بار سيمولاسيون إل إكزيست. هنا في هذا الموقع كاين اللي غايقول بون هذا فقط تركيبه بشكل عادي، هنا عندنا لا ديوري دو سيمولاسيون، فين غادي يمكننا يعني نكسبوكيتي يعني نكتبو الكود نتاعنا؟ بمعنى اخر، واش ايتيل بوسيبل اننا يعني نتحكمو ونكومونديو هاد الليد اترافيغ الكود؟ اي بان سي بوسيبل. ندير اريتي هاد لا سيمولاسيون وغادي نحاول التركيبه نتاع حل البورن بوزيتيف، بمعنى هنا غير باش نتفاهموا على هذه النقطه، بمعنى هاد 5 فولت لا ماس سي لا ماس صافي، ما عندناش بروبليم في لا ماس، ولكن هاد 5 فولت سي اون ليزيون ليزون ديريكت، يعني غير سقط 5 فولت شعلت البوله، شعلت هاد الليد. الوغ هنايا واش ممكن هاد 5 فولت نتحكموا بها بالبروغراماسيون؟ غنقولوا بون غادي نوصلوها في واحد مثلا في الثانيه
ونحيدو عليها ثانيه، بحال اللي غادي تبقى هاد الليد غطفى وتشعل. اي بيان سي بوسيبل، غادي نحيد هاد لا كونيكسيون ديريكت من 5 فولت. وهنا كي يعني يعني كنشوفوا لافونتاج نتاع هاد لا كارت اردوينو، او ليو باش هاد لا نود غنديرها 5 فولت ما نديرهاش 5 فولت. شوفي غندير غندير من هنا الوغ، غادي نخرجها كيلكو باغ لبرا هنا، وغادي نديها اوكي، غادي نديها باغ اكزومبل البورن 8. ها على هذا هو اللي غنديرو له لو روج. سي بون، دابا ما درناش كرون شوز، غير او ليو باش هاد لانود نلصقوه دير يعني نكونيكتيوه ديريكتومون من 5 فولت، نكونيكتيناه مع هاد السورتي ديجيتال نتاع هاد نتاع الاردوينو في البوزيسيون 8. دابا حنا هاد السورتي نتاع هاد بليطو هاد البين نتاع هاد الاردوينو هو اللي غيبدا يعطينا 5 فولت، وحنا غنبرمجوه على اساس انهم يكون سورتي، ومرة غيعطينا 5 فولت، ومرة يحيدها، ومرة يعطينا 5 فولت، ومرة يحيدها، وبار سويت غيطيح لنا هاد يعني هاد الليد غتبقى كتشعل وكطفى مثلا. انا قلت فقط هذا اكزامبل بالنسبة للليد، ممكن نبدلو ليد مثلا بشي اوتخ كومبوزونت اللي ممكن تحكمو فيها عن بعد، ممكن نديرو مثلا واحد الجهاز اللي كيخدم بالضو، ممكن نديرو من بعد وغادي نشوفو كيفاش غنبداو نبدلو هاد الليد يعني بدي كومبوزونت الكترونيك اللي نتحكمو فيهم عن بعد. هادي فقط بغيت نبين في هاد ليكزومبل هاد الطريق حكاس وكيفاش اي كومون اون بو انسيري لو كود، وهذا هو اللي مهم. دونك لو كود كاين هنا، غنكليكي على الكود ولاحظوا معايا عندنا واحد الخيارات هنا باغ بلوك. حتى الناس اللي ما كيفهموش يعني اللغه نتاع البرمجه مزيان ممكن يستعملوا هاد الموقع. هادي يعني سي بروغراماسيون باغ بلوك، فقط كنكليكيو ونجليسيو. بالنسبة للطلبة اللي خدامين بلونغ سي، وهذا هو علاش كنقول لكم دائما يعني اجتهدوا في لونغ سي، الي تخي بروش ليليكترونيك. دائما كنقولها لونغ سي الي تخي بروش ليليكترونيك، سيرتو في لا بروغراماسيون تاع لي زونتخي سورسي. حنا ما غنمروش من هاد لي بلوك، غادي نمرو من التكست. غنديرو كونتيني، وجاتنا لونغ سي. هما يعني لي بلوك نتاعكم. غير كيفاش غادي يعني دابا اللي بغينا نديرو اننا بغينا نتحكمو في هاد الليد بالكود. غنحيدو شي حاجه مصاوبه هنا باغ ديفو، ونحيدو حتى هذا. وهذا هو يعني يعني لو كور برينسيبال نتاع اللونغاج في سي. كيبقى فقط في لونتيت بليتو غادي نديكلاري واحد الفاريابل مثلا دو تيب اونتي، خدامين بهذيك الليد خلينا نسميوه ليد. وهاد الليد لابورن انود نتاعها الي كونيكتي مع البوزيسيون 8، خاص خلينا نربطوه بلا فالور 8 ونديرو واحد لي بوان فيغول. كملنا هنا في هاد السيتاب، هاد البلوك نتاع السيتاب، خصنا نعرفو هاد البوزيسيون 8 شنو هي لا ناتيور نتاع هاديك 8، واش الي اونتخي ولا سورتي. حنا بالنسبة لينا في هاد البين 8 هو اللي غادي يكوموندي لنا هاد الليد، بمعنى كنتسنى واحد الكورون غيخرج لنا من لاكارت اردوينو ويتحكم في هاد الليد. دونك غادي يكون سورتي. دونك كنكتبوها بهاد الطريقة، واحد البي مود، تأكدوا مزيان كيفاش كتبت هذاك لو ام اي لي ماجيسكول. الوغ لو يعني هاد الليد نتاعنا غتكون اوتبوت. مرة أخرى انتبهوا، اوتبوت لاتر ماجيسكول. هادشي اللي عندنا في السيتاب، فقط عرفنا بان الويت غتكون كوميتون اوتبوت. هاد البلوك نتاع هاد اللوب سيتادي هاد البوكل اللي غادي تبدا كدور، دونك سيم بوكل. بون شنو غادي نبينو فيها يعني الحاله نتاع اللاد، ليطا نتاع اللاد، واش في ليطا هو ولا ليطابا، واش غتكون شاعله ولا غتكون طافيه، واش غتوصلها 5 فولت ولا غتوصلها 0 فولت. بون غنتحكموا بها ديجيتال رايت، ونفتحوا البارونتيز. غادي نسميو عندنا سميه، عندنا سميه الفاريابل نتاعنا هي اللاد. بون في البوزيسيون هو
راح تكون هاي. دونك سي سا ما نكتفيو بهاد الكتابه اللي عندنا هنايا ونشوفوا شنو كيفاش غادي يعني الا درنا السيمولاسيون درنا ديماري لا سيمولاسيون شنو غيوقع لنا هنا. غير ان فوا كنديرو ديماري السيمولاسيون كتبقى كومبيلاسيون تاع هاد الكود. الا كان شي خطا بيان سور راه كيتصلح. ديماري السيمولاسيون عندنا واحد الخطا الو خصنا واحد لو بوين فيغولا تابعو في لونغ سي لي بوين فيغول ايل سون سينيفيكاتيف بوين فيغول. نحاول نديماري السيمولاسيون فوالا سي بون. هاهي شعلت لنا هاد الليد الليد راه شاعله بمعنى هاد الكود هذا ما دار حتى شي حاجه فقط هاد الليد قوليو باش غنتحكمو بها في ديريكتومون في 5 فولت تحكمنا فيها في هاد السورسي اللي هي ويت. علاش ما ديناهاش ل 5 فولت وديناها ل 8؟ لان الا درناها ل 5 فولت غتبقى شاعله كيما الحاله اللي عندنا دابا. ولكن حنايا من بعد راه هاد ال 8 مره غنقولها تبقى شاعله مره اخرى تبقى طافيه ونتحكموا حتى في المده الزمنيه نتاع هاد اللي طاهو نتاع هاد اللي بون. باش غادي نتحكموا في هاد اللي طا ما علينا الا غنديروا ديلاي اونتر بارونتيز ديلي يعني ديلي نتاع هاد شحال غادي نوقفوها وهي شاعله. بون لي فالور اللي غيكونوا هنا كيكونوا اون ميلي سكوند مثلا الا درت 1000 سيتادير 1000 ميلي سكوند سيتادير ثانيه واحده وغادي نطفيوها بالديجيتال رايت ونفتح البارونتيز دونك ليد فيغول وغندير لها في البوزيسيون لو وما نساوش لي بوان فيغول شحال غادي تبقى طافيه دونك ديلي ونديرو 1000 بوان فيغول. دابا هاد البروغرام اللي مصاوبينو حنا هنا شنو درنا بينات لاكولاد ولاكولاد هادشي اللي غادي يبدا يدور هادي بوكل هاهي عندنا لوك غادي ندخلو نيكزيكوتيو هاد لا بخوميييغ لين هاد ليد غادي نعطيوها البوزيسيون هاي وصلنا لها 5 فولت هنا غادي تشعل غادي تسنى 1000 ميلي سكوند ثانية ومن بعد ديجيتال رايت لاو غادي تطفى لاو وغادي تجلس ثانية بمعنى غتشعل ثانية وغتطفى ثانية تشعل ثانية وتطفى ثانية ويبقى كدور لنا هاد اللو. إلا درنا ديماري سيمولاسيون هاهي شعلت ثانية طفات ثانية ها وصلنا لواحد الليد اللي كتكلينوطي هذا فقط تيست بالليد. ألوغ من بعد كتجي ليدي باش هاد الليد غادي نبداو نعوضوها بأجهزة أخرى دونك أريتي لا سيمولاسيون. هذا فقط إكزومبل بالنسبة للي يعني الناس اللي مبتدئين باش نقولوا بأن راه عندنا سيمولاسيون. من بعد ممكن ما نكتفيوش بهاد الأجهزة اللي هي بسيطة نقدروا ننزلوا منها دونك إلا احتاجينا شي مونتاج اللي غادي ناخدو فيه مثلا 9 فولت دونك ممكن تجلسيو بالبيل. هادو سون دي كابتور هاو عندنا غا الكابتور الخاصون عندنا تاني كابتور كاع لي كومبوزونت ولي سونسور كاملين غتلقاهم هنا وفقط بسامبل كليك إنجليزي وغتستعملوهم. ألوغ غادي نوقف هاد الفيديو هنا راه تما نبرمجو واحد ليكزومبل لي يكون جدي في هاد السيمولاسيون.